هنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في حفل تكريم تطبيقات التوصيل المشاركة خلال جائحة كورونا، وذلك تحت رعاية معالي محافظة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي. سعيد بتواجدكم معنا في الهيئة. نحتفل اليوم في نهاية العام، وإحنا باقي هذا آخر أسبوع في العام، بإنجاز جدا رائع شهدته على المستوى المحلي ريادي الأعمال، شهدته على المستوى الدولي المنظمات الدولية. الشكر والثناء على التطبيقات ما أدته خلال الجائحة، وتوج هذا بجائزة. أنا أعتقد هذه الجائزة ما هي هيئة الاتصالات الحقيقة، هي لتطبيقات التوصيل. أنتم من صنع الفارق، وأنتم من صنع